على فكرة وئام وهاب اسم يلمع في المرحلة المقبلة. بأي من أي ناحية يلمع؟ ممكن وزارياً، ممكن بس ينفض مجلس النواب يكون له دور كتير كبير. طب وليد جنبلاط مش معقول نختم بلا ما نجيب سيرته؟ الله يطول بعمره. الله يطول بعمره أكيد. تيمور هو حامل الرأي وبكون صاحب رأي حكيم وواحد، مش عدة أراء عكس بيو بكون. بس الله يطول بعمره. فيك قبل ما نختم تتوقع لي شيء على الهواء مرة تانية؟ ليش أول مرة ما صدقتيني؟ من كم سنة توقعت لي؟ كنا بالكازينو. كنا بالكازينو ومرة كان في كمان افتتاح شيء. بتعرف أنا ما بتذكر أشياء بس بدي أيدها هالمرة. توقع لي شيء بال 23. اسمك ما رح يتغير. ما لا اسمك ولا كنيتك. عقد جديد بتوقعي؟ عقد زواج أو شغل؟ لا عقد عمل عم نحكي. عمل. عقد عمل، لأن سبق وقلت لك إنه اسمك ما رح يتغير. عشان ما سكر الطريق من تاني ما اسمك ما رح يتغير. لا عقد عمل عقد جديد عمل. مفروض بين شهر 3 وشهر 5 بتوقع عمل. المشروع اللي كنت حطيه براسك من فترة سابقة باشر فيه من مطلع شهر 3 التمويل وصل. خي أنا بدي أشكرك إن شاء الله كل توقعاتك الإيجابية تزبط والسلبية نطلع غلطانين بإذن الله. إذا الله بإذن رد بإذن الله يا قلبي. وإلي الشرف والله يوفقك إنه موجود مع حضرتك. وأنا بشكرك وبالعكس شرف لألنا وللجديد إنه كنت معنا. بدي أتشكرهم إنه خصوني بهيدي المقابلة، بحبهم كتير وما بسمع غير أخبارهم. وينعاد على كل اللبنانيين من خلالك أكيد. خلي لي إياك وينعاد عليك. شكرا مايك فغالي. أهلا.